أغلبنا يقرأ نهاية كل أسبوع سورة الكهف. هل لاحظتم كلمات النهي العشر؟ اللاء ستجعلك تتدبر أكثر. اللاء الأولى: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. في نقاشك مع الناس لا تدعي امتلاك الحقيقة ولا تجادل جدالا عقيما. اللاء الثانية: ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فيما يشكل عليك من أمور لا تطلب الفتوى من شخص غابت عنه حقيقة ذاك الشيء أو يرفض الحق. اللاء الثالثة: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وأنت تخطط لا توعد نفسك أو غيرك بعمل شيء في المستقبل دون أن تعلق الأمر على مشيئة الله. اللاء الرابعة: ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. وأنت تسير مع الصالحين لا تصرف نظرك عنهم لغيرهم طمعا بالدنيا. اللاء الخامسة: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. خفف من كل شيء لا يقربك إلى الله لأنه يشغلك. لا تطع من كان غافلا عن ذكر الله وآثر هواه على طاعة مولاه وصار أمره في أعماله ضياعا وهلاكا. اللاء السادسة: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. في ممارستك لفضولك المعرفي لا تستعجل بالسؤال قبل أن تستكمل لك تفاصيله. اللاء السابعة: قال لا تؤاخذني بما نسيت. تذكر أنهم بشر فلا تحاسبهم على نسيانهم أو ما استكره عليه. اللاء الثامنة: ولا ترهقني من أمري عسرا. لكل شخص قدرة وطاقة استيعابية فلا تطلب منه ما لا يستطيع تحمله وعمله. اللاء التاسعة: لا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. لا تصاحب من استنفذت معه كل الوسائل. بقيت لاء أخيرة تضاف إلى تلك اللاءات التسعة، ألا وهي اللاء العاشرة، وهي خاتمة هذه اللاءات ومسكها في آخر آية من آيات سورة الكهف: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإن اللاء العاشرة جاءت وخصت علاقة عمل المؤمن بمدى إخلاصه لربه لتشترط قبول العمل الصالح بألا يراد به إلا وجه الله وحده لا شريك له. تقبل الله أعمالنا ورزقنا وإياكم حسن التدبر في آيات القرآن والعمل به.